كارما كارما، عايز ايه يا حاتم؟ اللي جابك؟ افتح الباب يا كارما. مش هفتح يا حاتم، مفيش بيني وبينك اي كلام. عايز ايه؟ افتح الباب يا كارما، مش هنتكلم ورا الباب كده. مش فاتحه. افتح يا اما هكسر الباب. تكسر مين وبتاع؟ انت اتجننت؟ انت كنت فين الكام يوم اللي فاتوا دول؟ لا كنت في البيت ولا كنت في الشغل، كنت فين؟ وانت مال اهلك؟ هو ايه اللي مالي؟ مش اختي؟ اختك دلوقتي افتكرت ان انا اختك؟ اما انت بجح صحيح، نسيت كل اللي انت عملته معايا؟ وانا كنت عملتلك ايه يعني؟ جرجرتني وراك وعرفتني على الشله الهباب بتاعتك وسلمتني بايدك لواحد واطي كان هيدمرني، كل ده عشان الشم والهباب اللي انت بتصفه. هو يعني كان غصب عنك؟ ما هو كان بمزاجك وكنت مبسوطه، ولا هو حلال لسي فتح وحرام على فريد؟ اخرس يا حيوان، شكلك الشم اللي عايز دماغك. مبقتش عارف انت بتقول ايه. هي حصلت تمد ايدك عليا يا كارما؟ ده جزاتي اني عايز اساعدك واخرجك بره مود الزفت اللي انت فيه ده. تساعدني ولا تضيعني؟ انت اللي هتضيعيني لو ما جيتيش معايا الفريد تعتذري له وتصالحيه. يا ابني انت اتجننت؟ عايز نروح اعتذر لفريد؟ بص يا حاتم، انا لغايه دلوقتي بتعامل معاك ان انت واحد مريض، وهنسى كل الكلام الزفت اللي انت قلته من شويه، وهعرض عليك كمان ان انا اساعدك. هتساعديني ازاي بقى؟ اساعدك انك ترجع بني ادم، تتعالج، تخش مصحه للادمان، ترجع انسان طبيعي زي ما كنت الاول، عشان تخف وتبقى كويس وتخلص من الهباب اللي انت بتتعاطاه ده. المشكلة مش مشكلة هباب، فريد واخد عليا وصولات أمانة، ولو ما جيتيش معايا يا كارما هيحبسني. وصولات أمانة؟ طب انت اللي خلاك تكتب على نفسك وصولات أمانة؟ أهو اللي حصل يا كارما، اللي حصل. بص يا حاتم، حكاية إن أروح للجدع اللي اسمه فريد ده تنساها تماما، لأنه مش هيحصل. أنت إيه يا أخي؟ ما عندكش إحساس؟ عايز تبيع اختك؟ تبيع اختك عشان تنقذ نفسك؟ ويا ريتك بتنقذ نفسك، ده انت بتودي نفسك في داهيه اكتر واكتر. خلاص، لو مش عايزه فريد وماشيه مع اللي اسمه فتحي ده، خليه هو بقى يرفع وصولات الامانه ويجيبها لي من فريد، ويا دار ما دخلك شر، وانا مسامح. مفيش فايده. فاكرني بيع وشروه ها؟ تبيعني اللي يدفع اكتر لمزاجك الزفت. واطلع بره يا حاتم. اطلع بره، مش قادره ابص في خليتك. اسمعي يا بنت الناس، انا مش هتحبس بسببك. قدامك حلين مالهمش تالت، يا تيجي معايا عند فريد، يا تخلي سي فتحي بتاعك ده يرفع الفلوس اللي عليا، غير كده هقتلك يا كارما. هسيبك يومين ثلاثه وارجع عليكي لقيتي حل، يا اما اجي الاقي ال 25000 جنيه اللي فريد عايزهم مني، يا اما بالذوق بالعافيه هتيجي معايا عند فريد وهتجيبي لي وصلات الامانه بمعرفتك، وده اخر كلام عندي.